أهلا وسهلا بكم إلى عجائب الميلاد. المسيح مولود غير مخلوق. كل ما في الكون مخلوق، النور، الجلد، السماء، اليابسة، العشب، الشجر، الشمس والقمر، الزحافات والطيور، البهائم والوحوش والإنسان آدم وحواء، كله مخلوق إلا المسيح. البعض يقول إن المسيح، خلق المسيح كخلق آدم، المسيح غير مخلوق. المسيح مولود، موجود غير مخلوق. أنا نفسي إن احنا نعمل مقارنة بسيطة بين آدم والمسيح، ما بين الإنسان الأول والإنسان الثاني، ما بين آدم الأول وآدم الأخير، ما بين آدم ويسوع. عندي أوجه كثيرة للمقارنة أرجو إن احنا نلتفت إليها. ما بين آدم والمسيح، آدم من الأرض، المسيح من السماء، آدم تراب، بينما يسوع المسيح روح الله، آدم عبد الله، لكن المسيح كلمة الله. آدم مخلوق، لكن الرب يسوع مولود. آدم خلق دون أن يولد، لكن يسوع ولد دون أن يخلق. آدم نفخ الله في أنفه نسمة حياة، لكن يسوع فيه كانت الحياة. آدم خلق من طين، أما يسوع فإنه حبل به في رحم العذراء. آدم جربه الشيطان، لكن يسوع لم يمسه الشيطان. آدم عصى الله فسقط، أما يسوع قدوس بلا شر ولا دنس، قال أمام أعدائه: من منكم يبكتني على خطية؟ آدم أسقط كل الجنس البشري، في آدم يموت الجميع. أما يسوع المسيح فإنه يقود الناس الساقطين ليختبروا الخلاص. آدم كان في الجنة وطرد من الجنة، والرب يسوع أتى لكي يعيد الناس للفردوس المفقود. آدم مات وعمره 930 سنة، مات 930 سنة، لكن يسوع قام من بين الأموات وارتفع حيا. آدم رحل عن العالم للأبد، لكن يسوع معنا الآن وهو حي إلى أبد الآبدين. آدم انتهت قصته، لكن يسوع سيأتي ثانية. فهل يمكن أن نقول إن هناك أي وجه للمقارنة بين آدم والمسيح؟ المسيح مولود غير مخلوق. المسيح مولود غير مخلوق. يقول الكتاب: الكلمة صار جسدا، الكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا. إنه كائن قبل مولده، هكذا يقول بولس في رسالته الأولى إلى تيموثاوس. يقول: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس. قال المسيح: من رآني فقد رأى الآب. نعم، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. نعم، المسيح موجود غير مخلوق. لذلك قيل للعذراء المطوبة مريم: ها أنت ستحملين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. المسيح مولود من العذراء لكي لا يرث الخطية ولا يورثها، بل يعطي بفدائه حياة أبدية. موجود
قبل مولده، مولود غير مخلوق كما يقول يوحنا، كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم، كان في العالم كائنا وكان للعالم مكونا وكان عن العالم مكنونا. فهل تقبل يسوع وهو عجيبة العجائب مع عجائب الميلاد؟